يوم الثلاثاء من الأسبوع الثالث من الصوم الكبير، إنجيل القداس. المزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. طوبى للرجل الذي لم يحسب له الرب خطية ولا في فمه غش. أنا سكت فبليت عظامي هللويا. إنجيل معلمنا يوحنا البشير بركاته على جميعنا. وكان يسوع يقول لليهود الذين آمنوا به: إن أنتم ثبتتم في كلامي فبالحقيقة أنتم تلاميذي، وتعرفون الحق ويجعلكم الحق أحرارا. فأجابوا وقالوا له: نحن ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، فكيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية فهو عبد للخطية، والعبد ليس بثابت في البيت إلى الأبد، وأما الإبن فهو يثبت إلى الأبد. فإن حرركم الإبن فحقا تصيرون أحرارا. أنا أعلم أنكم نسل إبراهيم، لكنكم طلبتموني لتقتلوني، لأني كلامي ليس بثابت فيكم، وما رأيته عند أبي فهذا أتكلم به، أما أنتم فما سمعتموه عند أبيكم فإياه تصنعون. فأجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أنتم أبناء إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، والمجد لله دائماً.